حضرتك السلام اتفضل. عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك وهوجه طيب. سؤالي ليك وللدكتور طبعا، يعني اتفضل. باختصار شديد جدا عشان أنا عايز إجابة، يعني اتفضل. باختصار شديد، أول قبل رمضان بيوم بالظبط حصل خلاف بين بنتي وجوزها. أيوه. فقال لها خدي هدومك وامشي. وعشان من المشاكل وبتاع أنا رحت جبتها ومشينا. وبعد كده هوت عايز يرجعها تاني في نفس اليوم، طبعا انا ما رضيتش، وثاني يوم رمضان وكده، وقال لها مش عايزك ولا هخش بيت ابوكي تاني والكلام ده. المهم بعت لها رساله على التليفون، انت طارق. ده السؤال بتاعي والرساله اللي انا عايز اوصلها. قال لها انت طارق، فهل الطلقه ديت تمشي ولا ما تتحسبش، ولا لازم ارد لو حصل صلح؟ لان انا صممت ان انا ما ارجعهاش نهائي. عندها اولاد يا استاذ احمد؟ ايوه اتفضل يا دكتور. عندها اولاد يا سيدي؟ لا لا، ده بقى لها 3 شهور يا روحي. متجوزه بقى لها 3 شهور؟ اه. لا حول. وهي دكتوره. وايه يعني حضرتك رحت خدتها ليه؟ ضربها ولا زعق لها؟ لا ولا لا لا لا، هو زعق بس. لا زعق لها، زعق لها. ولا انت تسمعيش كلامي وخرجتي عن طوعي والكلام، يعني الشباب اللي هو لا بيودي ولا بيجيب. ورغم ان هم كبار في السن، يعني مش صغيرين. ايه ده؟ بعد 3 شهور؟ هو الموضوع كبر، كبر على حاجات عاديه يا استاذ احمد. موضوع كبر على حاجات عاديه، يعني هو زعق وجعجع، فحضرتك رحت خدتها، هو قال لها تعالي. لا لا لا، حضرتك ما رضيتش. قال لها احنا كنا بنتحايل عليه عشان هي تقعد في البيت وقلنا له امشي انت، والدته ووالده واخواته يقولوا له ما ينفعش، ده بكره رمضان حرام عليك. وهو مصمم، وهو مصمم انها تمشي خلاص، مش عايزها، يعني مش عايزها. فانا خدتها عشان اقصر المشاكل. طبعا. لدرجه ان هو بعت لنا وقال لنا تعالوا خدوا العفش، فقلت لما اروح اخده، يعني هو بيهددنا مثلا، لا اروح اخده. ايه ده؟ فروحت عشان اخده، راح اخواته نازلين ووالده ووالدته، وانا عملت حساب ليهم وقلت لهم بعد رمضان انا حاجه اخد العفش. طيب لا انتوا عايزين تدونا العفش ولا عايزين تسيبونا في حالنا، طب يبقى ايه الحل؟ وبعدين ده طلقها ماشي، هما بيقولوا لي دلوقتي احنا هنجيب الكبار بتوعنا ونقعد معاك عشان تردها وتوافق. طب انا في موقفي دلوقتي، اذا وافقت، اذا خلي بالك حضرتك، اذا وافقت يبقى الطلقه اللي قالها في التليفون ديت، اذا وافقت انها ترجع ولا ترجع كده وافقنا على الصلح. حاضر، شكرا. ماشي يا استاذ احمد، إذا وافق إنها ترجع يبقى الطلقة اللي حصلت في التليفون دي تتحسب ولا ما تتحسبش؟ المشكلة ديت مشكلة متكررة كتير داخل المجتمع، عايزين نقول الله يكرمكم يا حضرات، عايزين نعمل إجراءات وقائية الأول وبعدين إجراءات علاجية. يعني إجراءات وقائية إنه من البداية أنا لما بروح أشتري عربية ببقى عارف خدمة ما بعد البيع وصيانتها شكلها إيه وبقرا كتالوجها، صح ولا لأ؟ اللي عايزين نتجوز نفهمه فقه الزواج. يعني واحد اختلف مع مراته، بنقول له ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن، صح ولا لا؟ يعني ما فيش راجل محترم يقبل ده على نفسه. المشاكل ورده ورده، مين يخرج من البيت؟ الراجل اللي يخرج يشم نفسه شويه، ولا انا متضايق عايزين نشيلهم عن بعض شويه فتره راحه هدنه يعني ماشي، مين اللي يخرج من بيت الزوجيه؟ الزوج. القران قال كده، فنلتزم بالنص القراني، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أنت بينك وبين أخلاف، لا يا سيدي خد بعضك، مش قادر تقعد في البيت روح اقعد عند ماما استريح شوية نتكلم. مرضيش مرضيش وقال لا هي تخرج، هي خرجت. ده رقم واحد. عايزين نقول لازم نعلم الناس، أرجوكم لازم نعلم ولادنا فقه الزواج. قبل الزواج بنتفق على كل حاجة، وأوضة الأطفال والليفنج روم وريسبشن، بنتفق على الماديات كل حاجه، ما بنتفقش. طب افرض يا ابني حصل خلاف، طب المرجعيه بتاعتنا لازم إيه؟ لازم الحاجات دي تيجي في بالهم. ده دي اول حاجه لازم نعلمها ايه بالظبط. وبعدين رقم 2، لما نحس ان في مشكله ما نسيبش المشكله تتفاقم. القران يقول واللاتي تخافون نشوزهن، ما تسيبش الدنيا لحد ما الفاس تقع في الراس. لو حسيت ان مراتك زعلانه ما تسيبهاش لما تخرب خالص. زعلانة ليه؟
ست الكل زعلانة ليه؟ ست الكل؟ بقول لك باباها راح وقال لا تمشي. الكلمة الطيبة صدق. يبقى هو قال لك مجرد انك تحس ان في حاجة غلط في البيت كده على طول الحق عالج الموضوع. طب احنا كأولياء امور او كأقارب او اصدقاء حسينا ان في توتر ما بين فلان ومراته، نعمل ايه؟ ما نسيبش المركب تغرق، نتدخل. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ومين اللي يتدخل؟ اهل الحكمة فقط. مش واحد يجي يدخل فيقوم حاطط لي بنزين على النار. خلاص المشكلة حصلت. هو بعت لها رسالة تليفونية قال لها انت طالق. هل ده طلاق ولا مش طلاق؟ لازم نرجع له. لازم طب هو مين اللي بعت الرسالة؟ هو. مين قال انه هو اللي بعتها؟ مين اللي كتبها؟ قال لا ما هو جاي من رقمه هو، ماليش دعوة، لازم نرجع له هو. ولازم هو يقول انه كاتبها وهو واعي وفاهم وعارف هو بيكتب ايه. ولا كان اي حاجه حد مسك هو كان كاتبها ماشي ومخزنها عنده ها في 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 صندوق الحفظ زي ما بيقولوا وحاططها عنده كده. يعني بغض النظر واحد عمل لها سند ارسال مثلا يعني اي حاجه لازم ارجع للي قال الجمله دي الاول يقصد بيها ايه. تمام. طب هم مدوا يد الصلح لا نصطلح والله اذا كان هو شاب شاب وابن ناس ومتربي وابن اصول وواضح اصلا اللي رمضان ده يتحسب ايه بقى؟ نعم اللي اول يوم رمضان طرد مراته و... ايه ده؟ والله انا 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 متعود التمس الاعذار يعني قله خبره قله وعي شاب صغير مندفع يقول لك مش صغير ما حدش فهمه معلش الخبره طيب. برضه زمان سيدنا اسامه بن زيد كان قائد جيش وعنده 18 سنه احنا النهارده 28 سنه بنعلمه الوضوء. صحيح يعني صحيح. يصالح لو صالح. هو حاول يصالحها بس نرجع لازم ليه بس لازم يروح الفيلم. ياخدها معززه مكرمه صحيح. بعد ما مشاها هو وابوها يتدخل اهل الحكمه الناس اهل الحكمه ويذكروا بالله وما يرضيش ربنا ويروح يعني مقدم فروض الولاء والحب والطاعه ويرضيها. تمام. وكرامه الست من كرامه جوزها يعني هو ما يقولش انه هينزل بكرامه يعني انت لما يعلي كرامتها ما هو انت برضه هيبقى عندك كرامه يعني ايه ده؟ يعني يرميها الرميه دي كده بعد 3 شهور جواز وابوها راجل كباره رايح لها نتمنى